يلا نكمل كلامنا ومعنا تليفونات. استاذ حمدي من امبابه، مساء الخير يا فندم. مساء الفل يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. ايه شكوى حضرتك؟ محمد انا بس عليكم الاول. الله يمسي عليك، يعني اهلا بك. دلوقتي انا عاوز اكلم باشمهندس يماني. اتفضل. على الكشاف. اتفضل. الكشاف جاني يوم 2/8. اتنين تمانية. وطي التلفزيون بس بعد اذنك يا استاذ حمدي، واسمعني من التليفون عشان الصوت يبقى واضح. اتفضل. حاضر. حاضر. جاني يوم 2/8. اتفضل. بعد كده جاني يوم 21/9. دلوقتي كده اصبح فترتين مش فاتوره. كويس، فين المشكله؟ ما هي المشكله هنا دلوقتي، انا دلوقتي هطلع من شريحه لشريحه ثانيه. مش مظبوط ولا مش مظبوط؟ لما اكون شهر ومعاه شهر ثاني ولا 20 يوم ثانيين هطلع من شريحه هخش شريحه ثانيه. يبقى حرام. تمام، اشكرك استاذ حمدي، شكوتك وصلت. معانا استاذ عبد الناصر من القناطر. مساء الخير يا استاذ عبد الناصر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير، اهلا بحضرتك والاستاذ اللي مع حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل. برجاء بس ان انتم يتسع صدركم لكلامي. انا عندي شكوى، انا صاحب معمل زراعه انسجه. تمام. خاص بالقطاع الزراعي اللي موجود في جمهوريه مصر العربيه المنسي. القطاع طيب. اللي عندي حضرتك شكوى حضرتك يا فندم بخصوص وزاره الكهرباء. شكوى حضرتي بان انا المفروض ان انا باخد دعم لاني تبع القطاع الزراعي. تمام. وفضلت اخد دعم لحد ما جه الرئيس علق كهرباء في 30/6 اللي فات. تمام. في اول ميزانيه. تمام. بعد ما كنت قطاع زراعي خلوني حاجه اسمها خدمي. تمام. زي مصانع، المصانع البلاستيك وغيره وغيره. قلت مش مشكله. كنت بدفع 6000 جنيه، بقيت ادفع 12000 جنيه في الشهر. تمام. قلت الله، لازم ندوس على نفسنا لان البلد دي لو حصل فيها حرب اهليه زي ما الناس بتخطط ما احنا كلنا هنضيع. صحيح. تمام تمام. فوجئت مع كل اسف ان انا اترفعت من الخدمي للاستثماري. طيب ده ترتب عليه ايه ومشكله حضرتك ايه يا فندم؟ من فضلك خليني اكمل لو سمحتي. حضرتك كمل بس انا عايز اسمع المشكله. من فضلك، بقيت ادفع 22000 جنيه في الشهر، ما بقتش قادر. مهدد بينا يقفل يسرق يقفل واخرب بيت نفسي وبيت 30 واحد مفتوح بيته معاه او اسرق. يا ترى اعمل ايه؟ حد يقول لي اسرق زي ما في ناس كتير بتسرق ومع الاسف. في حلول تانية. لا هو السرقه مش حل ابدا يا استاذ عبد الناصر، وانا عارفه طبعا تانية. انه يعني ارتفاع من 6000 ل 22000 ده رقم كبير. في الكنترول بس بعد اذنك يا استاذ عبد الناصر اذا تكرمت سيب رقم تليفونك في الكنترول، دكتور محمد يماني نفسه هيتابع حضرتك وهيتواصل معاك ونحل المشكلة. احنا هدفنا ان احنا نحل، واسمحوا لي يا سادة يا كرام، احنا عندنا عدد كبير من التليفونات، عايزين ناخد اكبر عدد ممكن من الشكاوى عشان بس ما حدش يجور على حق احد، فنقول الشكوى بايجاز وكله هيتحل باذن الله. معانا استاذ محمد من القاهرة. ايوه يا بابا. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. مساء الخير يا بابا. اهلا بك يا فندم، اتفضل. انا عندي بدفع رصيد تملي، بدفع رصيد للشركة كبير يعني. تمام. فانا عندي شهر 9 145 جنيه. تمام. جاي الفاتورة بتاعت شهر 10 دي حاطط لي في خانة كده تسويات واقصيات 102. تمام. بتوع ايه ال 102 دول مش عارف. تمام. مكتوب ايه على الخانة يا فندم؟ نعم. مكتوب على الخانة دي ايه؟ تسويات؟ تسويات واقساط. تمام واقساط. اذا كنت انا بدفع مقدم. تمام تمام، اشكرك يا استاذ محمد. طب نجاوب على استاذ محمد من القاهره، هو بيقول شهر 9 ب 145. تمام. وشهر 10 ب 102 يعني نقصت. طيب ورغم انه يعني شهر 10 طبعا لسه ما نزلتش، هم بيسموا شهر 9 هي بتنزل في اخر 9 او في اول 10. على كل الاحوال لازم كلنا نعرف انه اعلى استهلاكات لنا كانت في الشهرين اللي فاتوا. وبالتالي اذا كان هناك خطا، انا لسه كنت عايز اوضح لحضرتك وللساده المشاهدين انه ممكن يا جماعه ارتفاع الفاتوره له اسباب متعدده. قد يكون هناك خطا من المنظومه البشريه في القطاع، العاملين في قطاع الكهرباء. عندنا اكثر من 12000 كشاف ومحصل بيخدموا قرابه 31 مليون مشترك، وبالتالي ليس هناك ضمانه انه ما يكونش هناك في المنظومه الاليه اليدويه دي اي خطا بشري عند الكتابه، عند النقل، عند كذا، او حتى في العمليات الحسابيه داخل شركات الكهرباء. سبب ثاني انه حد يقول العدادات عندنا قديمه، في عدادات عمرها تجاوز عمرها الافتراضي ال 15 سنه، وبالتالي انا بقول عن النهارده شغالين، وانا بكلم حضرتك في مناقصه ب 3 مليون عداد، وهنكمل بعدها مرحله ب 7 مليون عداد، هنغير كل العدادات بالانواع الذكيه الجديده اللي هي البري بيد المسبوقه الدفع. في خطا ثاني انه
وبالتالي العدادات دي لما بتقدم في عندنا اجهزه معايره كاليبريشن بيدخل العداد عليها وظبط زي ما بنعمل في العربيات وصيانه اي جهاز يعني. وبالتالي المواطن من حقه ان هو يطلب فحص عداد اذا ما شك في اداء العداد. في كمان ناس بيبقى عندها تراكم، تراكم شهر ما تدفعش، شهرين ما تدفعوش، بيجي له على الفاتوره. ما فيش حاجه اسمها دخل شريحه على شريحه، كل شريحه باستهلاكها وما بيحصلش عمليه الجمع على الاطلاق. عايز اقول ان احنا عندنا اليات يا ريت الناس تعرف. نمرة واحد، عندنا خدمات على الانترنت وعلى التليفون المحمول الذكي التاتش، ان ممكن على الانترنت على مواقع الشركات يستعلم عن فاتوره، يدخل قراءه عداد، يدفع الفاتوره بالبطاقات الائتمان الالكتروني، ده موجود. حد تاني من شركات اللي بتحصل فواتير زي التليفونات المحمول، في كمان للكهرباء مش هنقول اسامي شركات، بقى في طريقه عملها جهاز تنظيم الكهرباء بالتعاون مع الوزاره اللي هي على طريق التليفون المحمول، تقدر كمان تدخل قراءه عدادك. في اليات كتيره الكترونيه، انا بعمل كده، انا شخصيا في بيتي بدخل قراءه على الانترنت. تمام. فالنهارده ممكن ان انا اعمل ده، لكن ان شاء الله الفيصل واللي هيقضي تماما على هذه المشكلات هو العدادات الذكيه مسبوقه الدفع اللي احنا معاها، لا هنقرا عدادات ولا هنطلع فواتير. وهل دي ليها اي مشكلات تانية ممكن ان احنا تواجهنا، ولا يعني هتبتدي ان هي تقلل او تخفض شويه حجم المشكلات اللي موجوده اللي احنا بنعاني منها النهارده؟ هتحل المشكله اللي بيصدقوا منها المواطنين في الفواتير، بس لازم احنا كمواطنين نعرف كاخطاء حاجة. انا وحضرتك مواطنين كلنا وبيجي لنا فواتير، مفيش مشاكل، هتعالج المشكلات دي. لكن احنا لابد ان احنا نعترف ان معدلات استهلاكنا للكهرباء زادت، وفي نفس الوقت طب احنا معدلات استهلاكنا للكهرباء زادت، معدلات الاخطاء البشريه اللي ممكن يقوم بها عامل اللي بيقرا القراءه بتوصل نسبتها لقد ايه يا فندم من اجمالي عدد الفواتير؟ لا، أنا بتكلم عن 31 مليون مشترك. أنا بقول لحضرتك المشكلات اللي اتحصلت حتى الآن لا تمثل قرابة يمكن 1-2%، وده رقم ضئيل يعني. طبعا لا بس طبعا لابد ان احنا بندي جزء للناس اللي بتسبب في الخطأ، العداد اللي عايز فحص او معايرة او استبدال بنعمله، بنحاول تمام. بقدر الامكان. احنا معانا استاذة ايمان من الجيزة. ايوه مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. مساء النور، اهلا بيكي، اتفضلي. لو سمحتي، انا جاني كهرباء شهر 5 وشهر 6 120، شهر 8 وشهر 7 جاني 6 و7 100 120، شهر 8 جاني 800، شهر 9 جاني اللي هو 720، وقرايه العداد في الطالع، فانا شقه اوضتين وصاله، وكذا مره اروح وغيرت العداد قبل كده، يقولي لي قسطي. طب ما انا بقسط، اي قسط على قسط، قسط على قسط، طب وانا هعيش كده على طول؟ طيب ده ايمان الله يخليك، قولي لي بس عليها. الاول انت عندك مكيفات في الشقه؟ هو مكيف واحد، مكيف مكيف طيب. ولما بايده الشقه كلها بتتفي، بتتفي كلها، يعني بقول لك بتتفي الغساله حتى بفصلها عشان ما يحملش على العداد. ارد عليها بعد اذنك. اتفضل يا فندم. استاذ ايمان، اخر قراءه اخر شهر 9 ب 720 جنيه، حضرتك في العلاقه بين المواطن والمشترك من جانب والشركه من جانب هو العداد، هل حاولت تقارني خانه قراءه الفاتوره مع قراءه العداد؟ العداد دايما سابق انا عارف، وقراءته يعني هي اللي سابقه واكبر، لكن تعملي دي اي حد بنصحه انه يعمل ده، يشوف القراءه، مفروض قراءه الفاتوره اقل من العداد، لو شاف ان في اي لخبطه ياجل السداد ويتوجه لاداره الكهرباء ويعملوا بيطلعوا له كل استهلاكاته على الكمبيوتر الشهور السابقه. اصل هي هنا بتقارن ايه، شهر 6 بتقول كانت بتدفع 100 جنيه، 7 120، 8 800، وبعد كده زاد بقى 700 الكيرف بيزيد. ما ده دي نتيجه استهلاكات أيوة اعلى. بس احنا من 100 ل 800 ل 700 وحاجه عشان في الشتاء بالظبط كده. في الشتاء ما فيش تقريبا يعني اجهزه تكييف وزي ما حضرتك سالت وكده، لكن احنا اكتر استهلاكات لنا كانت في الشهور ل 7 و 8 يعني جهاز تكييف واحد يا فندم في اوضه اوضتين وصاله. ما انا بس عايز اقول لهم لازم يراعوا حاجتين، زياده استهلاكاتنا من جانب والهيكله الاسعار اللي هتخلي بتقلل الدعم. هو ممكن يدخل ده هم ناس يرعوا، مش انتوا بقى نراعي ناس شويه؟ لا، ولا قراءه العداد هي الفيصل، خليها تراجع الكهرباء او تسيب رقمها في الكنترول. طب بعد اذنك يا مدام ايمان سيبي رقمك في الكنترول، ودكتور محمد مشكورا هيتابع القصه وهيتواصل مع حضرتك ونحل هذه الاشكاليه. استاذ سيد من المنصوره، مساء الخير يا فندم. استاذ سيد مساء الخير. الو، استاذه كريمه من الجيزه مساء الخير. الو مساء الخير. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. كل سنه وحضرتك طيبين. حضرتك طيبه، اتفضلي. والله لو تكرمت الاستاذ العزيز، دلوقتي فاتوره الكهرباء شهر 8 كانت جايه لي 193.90 قرش، قيمه الاستهلاك 187، واخده بال حضرتك؟ تمام. وبعد كده في شهر 9 الفاتوره جت لي 350 وقيمه الاستهلاك 826.
وشهر 10 جاي لي قيمه الاستهلاك 1153 والفاتوره 353. انا جوزي على المعاش والله العظيم، المعاش كله على العلاج. انا مش الواحد مش عارف يعمل ايه يعني. انا في شهر 8 ده انا ما كنتش موجوده، فجه في قبل العيد قبل الوقفه بيوم جالي جايب لي الفاتورتين 193 8 و9، قال لي 500 وشويه. قلت له يا ابني ده دلوقتي العيد وانت جاي لي دلوقتي، فقال لي طب ادفعي القديم. دفعت ال 193، جالي دلوقتي شهر 10 النهارده قال لي 700 وشويه، ال 350 بتوع شهر 9 و353، ده يرضي مين ده؟ وحضرتك بتقولي ان في فتره يا مدام كريمه ما حضرتك ما كنتيش موجوده في البيت اصلا. لا لا مش فتره، انا ما كنتش كنت نازله بشتري حاجات وهو جه. يعني ده في اليوم ده انا افتكرت. طيب حضرتك عندك اجهزه مكيفات في البيت يا فندم؟ انا عندي. طيب. عندي جهازين. بس انا عايزه اقول لكم حاجه. تفضل. انا جيراني والله يمكن بالاستهلاك بتاعهم يعني مش عارفه يعني نفس الحاجه عندي، بس بيجي لهم مبالغ بسيطه. بتجي لهم مبالغ بسيطه. تمام فهمتك مدام كريمه، اشكرك. هي فكره الفجوات الكبيره. انا عايز اقول حاجه، بقول تاني ان احنا ناخد الفاتوره ونبص على قراءه الفاتوره وقراءه العداد، نتاكد انه عدادنا ممكن جدا اشك في ادائه واطلب فحص العداد فنيا من جانب الكهرباء، ممكن يكون في مسروق من عدادي، ممكن يكون عندي شهر ما اتدفعش قبل كده، كل ده لابد احنا نراعي. يعني عايز اقول ايه، انه دايما المواطن يكون على تواصل مع اداره الكهرباء، وحضرتك لو لك حق تاخديه تماما ومحدش له مصلحه في اي حاجه، يعاد تشريح الفاتوره، واذا كان في اي خطا من جانب اي حد يعني بيتم معاقبته فورا. فبرضه احنا تحت امرها، وبرضه ان شاء الله تتواصل معانا تمام. طيب بعد اذنكم من الساده المشاهدين، لو حد عنده فعلا مشكله كبيره ومحتاجه اعاده نظر، دكتور محمد اليماني مشكورا يعني، اشكره جدا طبعا لسعه صدر حضرتك، وارقام دكتور محمد موجوده في الاعداد.